ما قلقتيش انك تعملي حاجة زي كده يعني، يعني جملة تخض وبداية جديدة، وانه الناس تتخيل انك بتحرضي يعني؟ ده انا كنت وانا بقول الانترو قلقانة وخايفة، ويعني باخد كلمة كلمة لا يتاخد كلمة ان انا يعني بحرض الناس على موضوع الطلاق. الحقيقة هو خالص ما فيهوش اي نوع من التحريض. خالص. ايه كان موقفك ايه؟ يعني اكيد في ناس كتيره جدا، ويمكن اقرب الناس ليا الاصدقاء وكده، انتي جننتي، انتي ايه اللي عملتيه ده؟ وازاي كتبتي على البروفايل بتاعك على الاكونت الفيس ما بقى مطلقه؟ ازاي انتي بتقولي كده؟ طب ما يا جماعه ايه المشكله؟ ده بالعكس انا بقول كده عشان انا عايزه كل واحده مرت بتجربه الطلاق تقف على رجلها. انا بعد طلاقي كنت بنزل بابني الصغير من الطريق التاني، كنت بنزل وانا مهندسه ديكور، فكنت بعمل شغل فاترين وابني شايلاه على الحماله معايا وبشتغل عادي وكل حاجه، والناس بتشوفني عادي ان انا بتمارس حقوقها عادي جدا، وفي الشغل عارفين ان انا مطلقه. ما بقتش خايفه يعني، اللي هو لا انا بقيت بواجه، انا واحده بتعتمد على نفسها، واحده بتثبت ان هي عايزه تبقى انسانه ناجحه في حياتها العمليه، حتى لو هي ما توفقتش في حياتها الاسريه، انا عايزه اكون ناجحه في شغلي. ايه المواقف البايخه اللي واجهتيها في طلاقك الاولاني؟ بعد الطلاق يعني اكيد طبعا مشكله النفقات والحاجات بقى، الحاجات القانونيه اللي احنا بنعاني منها كل المطلقات، ودي اكتر حاجه بتعاني منها المطلقات معايا في المبادره. كذلك طبعا اكيد لا اقصد في المجتمع، نظره المجتمع بقى، ده اللي انا عايزه اعرفه. نظره المجتمع بقى ان الست المطلقه تبقى قاعده مستنيه بقى يجي يطبطب عليها ويمسح دموعها، واللي هو بقى يبقى القلب الحنين زي ما بيقولوا، صدر الحنين والكلام ده، ودخلة بقى مش حلوة بتبقى يعني. قرابها مثلا بيبقى، حتى لو حد عايز يرتبط بواحدة مطلقة بيبقى عايزها في السر، ودي حاجة صادفتها كتير جدا مع مطلقات معايا في المبادرة، بيخافوا ليه ان انت تتجوز واحدة مطلقة؟ ده بالعكس يعني، دي المطلقة كان دي من ضمن الآراء اللي موجودة في التقرير كمان انه لا، المطلقة لازم ان هي تتجوز حد مطلق. مطلق دي برضو يعني، وفي نفس الوقت بيشوفوا دايما يعني الناس اللي حوالين المطلقة انها ممكن بتبقى عايزة تخطف اي الراجل من واحد. على مراته. ليه برضو ليه الفكره دي؟ ليه احنا يعني، انا هكون محايده، في ستات مش يعني مش كويسه، بس في ستات اغلبيه كبيره جدا مش بتعمل كده اكيد، وكل واحده بتبقى عايزه انها تحافظ يعني على يعني بعد الطلاق، عايزه تعمل حاجه لنفسها، سواء انا حتى عايزه بشجعهم تغير النظره بتاعه بالظبط المجتمع. يعني، انا بشجعهم في المبادره مثلا تكمل تعليمها، عايزه تشتغل، في ناس بتقدم لها شغل وهي قاعده في البيت، دي من ضمن الحاجات برضو اللي احنا بنعملها في المبادره. يعني انا من خلال المبادره حبيت ان انا اقول صوت المطلقه، والله يا جماعه احنا عايزين نتعايش معاكم وانتوا تحترمونا، ولله الحمد يعني في ناس بقيت اتواصل معاهم حتى ويتواصلوا معايا عايزين يقدموا خدمات للمراه المعيله. طب انتي كلميني كده عن المبادره، انتوا بتعملوا ايه؟ بيجيلكوا ناس يعني تواصلتوا معاهم ازاي؟ على الفيسبوك في بيجوا الاول عايزين ايه؟ يعني ايه طلباتهم؟ في كتير قوي يعني، يمكن نسبه كبيره قوي بيبقى معظمهم بيبقى في مشاكل، احنا عندنا طبعا محامين في المبادره عايزين مشاكل لحلول النفقات بتاعتهم اللي بتبقى يعني حد يحللهم مشاكلهم. يحلها لهم مشاكلهم، وفعلا بيبقوا المحامين متطوعين في كل حاجه خاصه بالمشاكل دي. في طبعا محتاجين تاهيل نفسي. نجلاء قولي لنا انت بقيتي قويه ازاي؟ الكلمه دي هزتني قوي في اول مره سمعتها. طب نجلاء بقيتي قوية ازاي؟ ما هو عشان خاطر ان انا حبيت ان انا اثبت نفسي ان انا مش انت بقيتي شعر. قوية من كتر ما اتوجعتي؟ اتوجعت كتير بعد الطلاق الاولاني، فحبيت ان انا لا انا قعدتي قد ايه متجوزة اول مرة؟ 5 سنين ونص او 6 سنين تقريبا كده. فاللي هو لا انا يعني، حتى مشكله ان احنا بعد الطلاق ما بنخرجش او عايزين الطلاق ما بنخرجش بالموضوع بسلام، بيبقى فيه دايما نزاع، وبعد الطلاق بتبقى فيه حرب، اللي هو يعني قليل جدا لما الناس بتخرج من الموضوع ده بالشياكه. يعني انا بعتبرهم الناس اللي هم صفه المطلقين اللي بيطلعوا من الموضوع بالشياكه، والمطلقه بتاخد حقوقها. فلما ما بدات ندمتيش بعد ما يعني ما جاش عليكي لحظات بعد الطلاق الاولاني قلتي كنت استحملت شويه، كنت استنيت شويه، طب انا ليه خدت الموقف ده كده؟ ما انا خدته بعصبيه. ما ندمتيش خالص؟ لا، هو اللي بيحصل ان بعد الطلاق بتبقى في حاله غضب جوانا،
اي واحده مطلقه بيحصل معاها كده، حتى لو هي باينه ان هي قويه. الغضب اللي كان جوايا انا اللي هو سوء الاختيار، ان انا من البدايه ما اخترتيش صح، ما اخترتش صح، ولو كنت اخترت صح كنت بقعد الوم نفسي بقى، ما انا لو كنت اخترت صح ما كنتش وصلت للحاله دي، معايا ولدين، الدنيا يعني كل حاجه تعتبر حياتي كلها تبقى اتغيرت.